السلام عليكم، مقطع جديد. اليوم مقطعنا راح يكون الجزء الثالث عن كيف تجيب أسلحة الزعماء، واليوم أو مقطعنا راح يكون كيف تجيب سلاح النبات. فخلينا ننتقل للخطوات. أول خطوة تروح سلاير باث، ومن ثم تنزل، تروح دائما لا تنسى انك تفكها من هنا عشان لما تشتري الاشياء تكون لما تشتري لما يعني ما تجمع على الفاضي. اي نعم تكون الاغراض عندك، لكن ما يمديك ما يسمح لك انك تاخذ هذا الشيء. ودحين اشرح لكم ايش القطع، ويلا بينا. طبعا تحتاج 7 قطع من يده الصغيرة، واعتقد قطعة، ايوه قطعة واحدة اللي هي من المشروم اللي تظهر في راسه او في ظهره، 4 قطع من الابك، 8000 رامس، و1500 هايد. الهايد كيف ينجاب؟ لما تقتل الوحش يعطيك، على كل قتلة يعطيك 100 كأقل حاجة، يعطيك 100 كأعلى حاجة، عن نفسي أنا شفتها 200. وإضافة على غير الهايد تحتاج 6 أيادي كبيرة، وآخر شيء 20 قطعة رير. طبعا أنت تحتاج الأثير هارتس، اللي هي إذا سويت رفوج تحتاج 100، أما لو ما تبي تسوي رفوج تحتاج 200 أو 10000 فلوس، و2 إبك دروب، و5 رير دروب. طبعا أنا أقصد بال200 وال100 اللي هي الأثريكس بارك اللي هي الشظايا. ويلا بينا نروح جيم بلاي. يلا سيو.
الخطوة الأخيرة لما تجيب السلاح. لما تجيب السلاح طبعا السلاح الليجندري له 3 فوائد. أول شيء ميزة النبات، اللي هي ميزة السلاح النباتي بشكل عام، إنها تقومك أنت وخيانك على مدى مرة بعيد، إضافة إلى استعادة نقاط الصحة اللي تجي. طبعا الميزة الثانية إنك مديك تركب خاصيتين خلي معيش خليتين على السلاح، إضافة إلى البوند. ودائما دائما البوند قبل ما تجيب الليجندري، جيب البوند اول بعدين الليجندري. فاذا الكرباك لو وحش واحد، السكارن دفاعي، اما الشاربند لو حاب تجيب ارقام عالية. ف هذه اخر شيء، واترككم مع اللقطة. السلام عليكم. واحد اثنين ثلاثة. اوكي نروح الديسكورد. هلا هلا، كيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كيف الحال؟ الحال؟ الحمد لله والله الحمد لله يا لله. جماعة الخير. كيف حالك؟ تكفون تكفون بسوي المقطع بليز. مقطع ايه؟ ننشر المقطع؟ ابى اسوي المقطع. ما عليك، آه هذه راح تكون لقطة في المقطع. اني ارسلنا لك. سلام عليك. مقطع ايش؟ افضحكم فيه. ريك هو كل واحد مرة واحد يرسل لي قايل لك قايل واحد منكم قاعد يسوي مقطع. ما قال لي. ليش ما تقول له؟ ليش ما تقول لي يا يوسف؟ دحين مبسوط راح تكونوا في المقطع؟ مبسوط انت يوسف؟ لا الا حتكون مبسوط لما تشوف نفسك كرنج. قديش كرنج في المقطع؟ لا كلمنك يوسف يقول لك لا ترسل، يعني حتى في المقطع يقول لك يلا هي نشوف. هذا كل شيء في مقطعنا، لايكك اشتراكك، اكتب لي تحت انت ايش حاب. سيرفر في الديسكورد تحت في الوصف، اقدم فيه بلدات بشكل متنوع وعشوائي. فسلام عليكم.